المطلوب ان انا مفيش فرق بيني وبين الرجل في اي نوع من الوظائف، ولا في فرق في المرتبات، ولا في فكرة ان انا حامل فانت يا اما ترفدني يا اما ما تخلي عقدي عقد مؤقت خوفا من ان انا ما اكونش ملتزمة. ومفيش حاجة اسمها لما تيجي ترقي الست بشكل معين غير الراجل، اصل الراجل يصلح عشان هو يقدر يوفر وقت. لا، انا اقدر اوفر وقت واقدر انظم بيني وبين بيتي واقدر احقق نجاح اكتر بكتير جدا من اي راجل. امنية حياتي ان كل المناصب الموجودة في الدولة من حق الست انها تخش فيها. بس لسه 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 ده ما احنا في الحكومة الاخيرة، لكن انا عايزة اقوى، عايزة يبقى لينا بوزيشنز اكتر. المستشار الاول لرئيس الجمهوريه، مديره مكتب وزيره الدفاع، المتحدث الرسمي لوزاره الدفاع، المتحدث الرسمي لوزاره الداخليه، مديره مكتب وزير الدفاع. زي ما انا قلت، انا من حقنا، احنا عندنا مخ وبنعرف نفكر. مين قال ان انتوا احسن مننا؟ والله ابدا، انتوا الصحافه هي اللي عملت هذا نوعيه التأزم. انتوا اللي عملتوا التأزم. هي الست ليها وجهه نظر، هي شايفه في الموضوع اللي بتتكلم فيه ده ان الست هي ليها حق، وفي ناس اعلاميات تانيين في الموضوع اللي بتتكلم فيه شايفه ان الراجل ليه حق. مش معنى ان هي بتتكلم في حق الراجل حلو ان هي منحازه للرجاله وكارهه الستات. هي ست في الاخر. وعايزه اقول لكم على حاجه، مفيش ست بتكره ست.